شاب لو سالتك في رايك مين مدرب العام؟ مارسيل كولر يعني من غير نقاش. ما فيهاش تفكير. هو الراجل بعمل كل حاجه. مدرب استثنائي للكره المصريه. هو مش مدرب بس ان هو بيجي بيحقق نجاحات مع النادي الاهلي، لا ده بيغير شكل ونمط النادي الاهلي مع نفس اللعيبه ونفس السكواد. انت بتشوف النادي الاهلي بشكل مغير، بتشوف النادي الاهلي بيحقق انتصارات متعدده وبطولات مختلفه، انجازاته كتيره جدا. انت بتتكلم راجل بيحقق 6 ألقاب من 10 بطولات هو دخل فيها، منها 2 كأس عالم. هو مش مطالب انه يحققها بشكل كبير، هو مش التارجت الكبير بالنسبه للنادي الاهلي انه يفوز بكاس العالم للانديه، وخسر الدوري الافريقي وخسر كاس السوبر الافريقي. بخلاف كده انت بتتكلم في اقل من موسم ونص يا كريم بيحقق 6 ألقاب مع النادي الاهلي، بخلاف ارقامه الفرديه مع النادي الاهلي كعدد مباريات وعدد انتصارات وعدد هزائم، لا ارقام خرافيه. بتتكلم الراجل على مدار موسم ونص اتغلب 8 مرات بس، منهم مره واحده في الدوري المصري على مدار سنه ونص. فلا راجل مختلف في كل شيء، مدرب بصراحه من افضل المدربين. لو استمر موسم كمان مع النادي الاهلي قد يكون افضل مدرب جه مصر، اكتر كمان ممكن اتخطى مانويل جوزيه اكتر. انت عارف انا كنت من كام يوم قلت الجمله دي، وطبعا في بعض الناس ما سابتنيش. اكيد تعرض لهجوم. هو الارقام تخطى جوزيه، الارقام او الارقام تخطى على مستوى العام الواحد ازاي؟ طب يعني جوزيف في 2006 فاز بخمس بطولات مع الاهلي. هتقولنا شباب الارقام اللي معاكم. جوزيف في 2006 فاز بخمس بطولات مع الاهلي من 56 مباراه. الضغط كان اكبر على كولر من 82 مباراه فاز بست بطولات، فهو تخطى رقم جوزيف. دي حكايه رقميه مهمه جدا، بس انا حكايتي اكبر بكتير. انه مانويل جوزيه كان معاه جيل في رأيي هو ربما يكون أفضل جيل في تاريخ كرة القدم المصرية، فكان معاه في كل مركز لعيبة عظيمة. اللعيبة اللي موجودة دلوقتي لعيبة كويسة، بس مش زي اللي كانوا موجودين مع. بتتكلم في السكواد الرئيسي المنتخب مصر، التعدد حتى بتاع الخطوط نفسها بيضها من عصام الحضري لحد ما بتبص على راس الحربة الموجود في النادي الأهلي فلافيو وعماد متعب، وبعد كده دخل عليهم محمد فضل. فأنت بتتكلم لا كان معاه يعني أريحية كتير. دي يمكن الأرقام بتاعت مارسيل كولر مع النادي الأهلي في عام 2023 بس، يعني في خلال عام 2023 منذ شهر يناير الماضي لحد شهر ديسمبر لحد اخر مباراه لعبها النادي الاهلي اللي هي نهائي كاس السوبر، الراجل لعب 68 مباراه، حقق الفوز في 45 مباراه، تعادل في 15، اتغلب 8 منهم مره واحده في الدوري. سجل الفريق سجل معاه 128 هدف واستقبل 45 هدف. دي الانجازات اللي هو حققها في 2023. يمكن الحظ ان هو اعتلى منصات التتويج يا كريم في البطولات اللي حققها كلها كانت في 2023، سواء الدوري سواء كاس السوبر المصري الاول اللي خده، سواء كاس السوبر المصري الثاني، بعد كده انت بتتكلم في برونزيه كاس العالم. لا ارقام كبيره. في كاس سوبر كمان. في كاس سوبر كمان. ما هو 2 كاس سوبر. لا في ثالث. 3 سوبر. الثلاثه سوبر. اصل في واحد اللي هو كان بتاع 2021 2022. انا بتكلم على 2023. لا ما هو اتلعب في 23 بس، يعني اقصد ايه، هو لو على بطولاته في العام هو واخد سوبر كمان. انت حتى حسبتها بالتصنيف يعني، زود له واحده معلش. لو هنزل زود له واحده عشان هو كمان معاه سوبر كمان. معاه السوبر اللي كان كسب فيه الزمالك. صح. اللي كان كسب فيه الزمالك. بالظبط. فانت بتتكلم في ارقام كبيره وارقام كتيره جدا حقق الراجل على مدار فتره قليله مع النادي الاهلي. لا يعني مدرب بصراحه يكون واحد من المدربين الاعجازيين اللي دخلوا الكره المصريه بشكل عام ومع النادي الاهلي بشكل خاص. لو احنا بنتكلم على كيس زي كولر، هل مثلا مقبول ان السوشيال ميديا ساعات تنتقد؟ ما هي دي نفس الفكره، يعني هل مثلا ان مثلا مشجعين او جزء من المشجعين، وده طبيعي سلوك مشجع عادي ان هو يبقى غضبان بعد ماتش معين ما كانش موفق فيه النادي بالاكسبكتيشنز او التوقعات بتاعه المشجع، فمثلا لما يجي بعد ماتش فلومينينزي فتلاقي جزء صغير من جمهور الاهلي مش راضي، يقول لك المدرب ده. هل ساعتها صوت السوشيال ميديا يتاخد؟ لا يعني يعتد بيه منطقي، بس هي المشكله دي حصلت مع موسيماني لو فاكره. نفس الفكره، يعني الناس ده رياكشن مشجع عادي. مش يعني دايما يعني عايز توصل تقول لايه، انه لما حد ينتقد مدرب لو خسر ماتش او حاجه ده مش معناه ان بقت لجان. بالظبط، يعني ان هو مش على طول الحق. مش دايما لجان، انا ده يعني دايما ساعات بيبقى انفعالات المشجعين مقبوله. صح، او ده طبيعه المشجعين في العالم. ممكن تلاقي مشجع مانشستر سيتي متضايق ان ماتش خسروه في الدوري، مع ان مثلا جوارديولا محقق معاهم ارقام كتير. أيوة كبيره. أيوة. حقق لهم انجازات كتيره، بس في غضب مقبول. مش لازم الادارات تبص له، ولا لازم ان يعني الراي العام يبص له، غير ان هو غضب ماتش. صح، لكن لازم ده ما يغفلش بقى الاساس. عشان كده مش دايما الكلام على السوشيال ميديا لازم يتاخد بيه من قبل المسؤولين.